مشاهدي قناة جوج تي في، أهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا كل يوم اختناق مروري بشوارع العاصمة الاقتصادية، ديما نقول لي شو العاصمة الاقتصادية بحكم أن أكبر مدينة في المغرب كعاصمة اقتصادية، الناس كاملين كفيق وصباح كاملين باش كيجيو الخدمة ديالهم والعمل ديالهم أو مقر العمل ديالهم. كيف ما كتشاهدوا معنا الطرق كتكون عامرة على هذا الشكل هذا. كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوفت في هذا البث المباشر، يعني أجواء العاصمة الاقتصادية صباحة اليوم الأربعاء. الطريق بطبيعة الحال الطريق تكون عامرة، واختناق مروري كبير في هذا الأثناء. تحية لرجال الأمن اللي كيفيقو حتى هما كاين بزاف، وكيفاش يا الله كيقادو سيركيلاسيون ديال الطريق، تحية ليهم. حيت كون مكانوش الناس ديال سيركيلاسيون راه كون الطريق غتكون عامرة ديال بزاف، خصوصا أن كاينين شي مناطق في مدينة الدار البيضاء راه كتبقى فيها الاختناق المروري على طول اليوم. يشكر شي واحد على ود شي حاجه اللي فريمون زوينه، واخا يكون الانسان كيتخلص على هذيك الخدمه ولا على هذاك، ولكن الانسان مزيان يشكر شي حاجه مزيان. كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، هذه هي الأجواء صباحة يوم الأربعاء وشوارع العاصمة الاقتصادية. كيف ما كتعرفوا كاملين أن مدينة الدار البيضاء مازال كاين المشكل ديال الاختناق خصوصا في أوقات الدروب. ان شاء الله في مباشر اخر. السلام عليكم، نهاركم